واحد الاخوه يعني متألم من انه وقع في جريمه الزنا مع احد النساء ويطلب هل له توبه وما هو جزاؤه الدنيوي وبماذا تنصحون زوجه ابيه الذي قتل بها؟ الواجب على المؤمن على المسلم اذا وقع في المعصيه ان يتوب الى الله عز وجل توبه صادقه توبه نصوحه ولا يبين ما وقع منه يستثني بستر الله جل وعلا ولا يبين ما فعل ولا من فعل بها ولكن يتوب الى الله ويقلع والتوبه الصادقه النصوحه تجتمع على امور ثلاث الاول الندم على الماضي والثاني الاقلاع من السيئه وتركها خوفا من الله وتعظيما لله والثالث الا يعود ان يعزم الا يعود في المعصيه اذا ترك المعصيه وندم على المضى وعزم الا يعود صادقا تاب الله عنه سبحانه وتعالى حتى الكفر حتى من الكفر بالله عز وجل اما ان يبين هذا من المجاهره ولا يجوز له يبين شيء بل الواجب ان يستهزئ بستر الله والا يبين وقع من بيته الى الله عز وجل اما اذا وصل الى السلطان او جاء الى الحاكم او الى الامير بدا ان يقام عليه حد الله يجب ان يقام عليه حد كان زنا او غلاط يجب ان يقام عليه حده كان بكرا الزنا الا البناء جلده ويغرب عام وان كان قد تزوج يرجم الحجاره حتى يموت اما اللائق سواء كان بكرا او سيدا من فعل الغلاط وهو قد بلغ الحلم يقتل مطلقا ولو مات له الحديث لو وجدتم هنا العمل قبل فقط فهي مفعولة من الله والله العبد الله وما يا شيخ كان بالنسبة للمفعول به مقتصد فقط الفاعل نعم لا كان مقصوم هذا في حال حاله أما إذا كان متراجع قتل جميعا واحد الحديث لو وجدتموه يعمل عمل قبل فقط فهي مفعولة الحديث قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط هذا فكره شيخ ما فعلت يا شيخ فالواجب على من وقع في المعاصي ان يتوب الى الله ويسلم بستر الله والا يعلن شره بل يتوب الى الله توبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى فاذا صدق تاب الله عليه سبحانه وتعالى نسال الله السلامه والعافيه